عبد اللطيف سامي، مهندس كهرباء في شركة الباقي المقاولات. كنت باخد هنا في بيكم أكاديمي كورس عن ام اس بروجكت، كورس ممتاز، تول كويسة جدا اللي هي تساعدني في شغلي في مانجمنت البروجكت الحاجات دي. وطبعا الناس كانوا هنا كويسين جدا والحمد لله خلصنا على خير، وان احنا الحمد لله شكرا.